التجديد مطلوب، لازم نغير من الأكلات اللي احنا متعودين عليها. لو عندك ولادك مش بيحبوا ياكلوا اللحمة زي ولادي، هقولك على طريقة جميلة جدا جدا. كل يوم هيقولولك يا ماما احنا عايزين طاجن اللحمة اللي انت عملتهولنا ده. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طاجن لحمة في الفرن، بس مش اي طاجن، بتكاتي وحركاتي، يعني طريقة جميلة جدا جدا هتعجبكم وتعجب ولادكم. وزي ما قلتلكم لازم نجدد في الاكل بتاعنا، كلنا بنزهق مش الولاد كمان. ان شاء الله الطريقة بتاعتي هتعتمديها وهتعمليها كمان على طول. اتمنى تجربوها ولو في كمية بسيطة، بجد هتعجبكم جدا. بصوا شايفين بقى ما شاء الله شكل اللحمة روعة وطعمها أحلى وأحلى. ويلا بينا بقى ندخل نشوف عملنا طاجن اللحمة الخطير ده إزاي. النهاردة إن شاء الله هنعمل من اللحمة المسلوقة دي، هنعمل منها وصفة إن شاء الله هتعجبكم. الولاد عندي مش بيحبوا اللحمة المسلوقة دي خالص، مش عارفة ليه بصراحة ما بيحبهاش. طبعا احنا بنضطر ان احنا نسلق اللحمة في بعض الاكلات، في اكلات بتحتاج فيها ان احنا نسلق اللحمة كخضار او فتة، لازم ان احنا نسلق فيها اللحمة. انا هعمل من اللحمة المسلوقة دي، هنعمل منها طاجن لحمة بس فظيع فظيع فظيع. يعني انا معايا لحمة مسلوقة بس مش مستوية سوا كامل، سويتها نص سوا، لان طبعا لسه هحطها في الطاجن وهتكمل السوا بتاعها في الطاجن. كمية اللحمة على حسب ما انت حابة، ده كيلو من اللحمة تمام. والخضار اللي معايا، معايا بصل متقطع جوليان، لان البصل كان كبير، هو المفروض يتقطع حلقات رفيعة جدا، بس انا كان عندي بصل كبير فقطعته جوليان. وقطعت الجزر حلقات، وفلفل حامي برضو قطعته حلقات، وفلفل رومي حلقات. والتوابل بتاعتي عبارة عن ملح وفلفل اسود. هجيب الطاجن بتاعي، هضيف البصل بتاعي في الطاجن، وهضيف الفلفل، بعد ما ضفت البصل والفلفل الحامي والفلفل الرومي هنزل بمعلقة من الفلفل الاسود ونص معلقة من الملح، هقلبهم مع بعض. انا لسه ما ضفتش الجزر، انا بس هقلب التوابل دي مع البصل والفلفل فقط، هقلبهم كويس جدا. بصوا بقى انا عايزة التوابل دي تاخد الطعم كويس في الفلفل مع البصل، فانا هقلبهم بايديا احسن افضل. يعني الخضار بتاعي بقى ياخد من التوابل دي وهيبقى طعمه جميل جدا جدا، لاني انا عايزه التوابل تتشرب مع الخضار كويس. بالمعلقه مش هيديكي نفس النتيجه، جربي بس كده وان شاء الله هتعجبك الوصفه دي جدا. تمام كده. ودلوقتي هضيف الجزر بتاعي. خلاص كده ضفت الجزر، هضيف بقى اللحمة بتاعتي. كده خلاص ضفت كمية اللحمة اللي معايا، ده كيلو لحمة. لو انتوا حابين اقل من كده عادي، يعني براحتكم خالص، الكمية دي براحتكم. وطبعا اللحمة دي مش هتستوي، انا قلت لكم انها استوت بس مش سوا كامل، فهنسويها طبعا بالشوربة. هنضيف بقى شوربة، خلاص حطيت بقى قرن الفلفل ده كده في النص، يعني يدي شكل جبني. هجيب بقى ورق فويل وهغطي الطاجن بتاعي، لان طبعا انا عايزه يستوي في الفرن ومش عايزه اللحمه بتاعتي تنشف. لو احنا ما غطيناش الطاجن بتاعنا اللحمه بتاعتنا هتنشف وتبقى مش حلوه. انا عايزه اكل اللحمه بتاعتي طريه، فاعملوا الخطوه دي، غطوا الطاجن، ومجرد ما اللحمة بتاعتي تستوي هو بيقعد ساعة في الفرن بالظبط. اول ما تستوي اللحمة هنشيل ورق الفويل.
هنولع الشواية 10 دقايق كده، اللحمة تاخد وش معانا وتتحمر ويبقى شكلها جميل. الطواجن نفسها بتحتاج فترة على ما يوصل لها الحرارة، فلازم يكون فرن سخن وبعدين ندخل الطاجن. ودلوقتي هدخل الطاجن بتاع الفرن. كل حاجة خلاص استوت في الطاجن، الخضار واللحمة، وانا طبعا كنت مغطية اللحمة، واول ما ابتدى كل حاجة تستوي شلت طبعا الفويل وخليتها تاخد الوش اللي انتوا شايفينه ده. سامعين بقى الصوت؟ فظيعة. دلوقتي بقى هنطلع مع بعض اللحمة نشوف بقى. شايفين بقى اللحمة وجمالها؟ شايفين الطاجن اللي احنا عملناه بحاجات بسيطة جدا جدا موجودة عندك في البيت في التلاجة، ما جبناش اي حاجة من بره، الحاجات دي بتبقى متوفرة دايما، الفلفل، الجزر، البصل، كل ده موجود عندنا في البيت متوفر دايما. بس بصراحة عملنا حاجة جميلة جدا هتعجبك وتعجب الولاد، الطريقة دي جميلة جدا جدا، جربوها في كمية بسيطة وقولوا لي رأيكم في التعليقات، لأن طبعا رأيكم بيهمني جدا، ما تحرمنيش بقى من التعليقات الحلوة اللي أنا فعلا بحبها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل كل جديد. باي باي.